هي لقطات حصرية لأكبر مشاريع توليد الطاقة بشمال المغرب، حقل يضم مئات من ألواح الطاقة الشمسية الذي ينجز هنا بدواحي منطقة جزناية بطنجة وبالضبط بالجماعة الترابية حجر نحل. فبعدما جرى ما تم شهر يوليوز 2022 إعطاء انطلاقة هذا المشروع الطاقي الهام، هكذا يبدو اليوم المشروع الذي يعزز البنية التحتية للطاقة المتجددة بجهة طنجة طوان الحسيمة. تنطلق إذن أول محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الأرضية بطنجة وبشمال المغرب بقدرة مركبة تبلغ 34 ميجاوات وإنتاج سنوي يفوق 67 جيجاوات في الساعة خلال السنة الأولى من انطلاق هذا المشروع. نشير إلى أن إنشاء هذه المنشأة الخاصة بالطاقة الشمسية تم على مساحة تقارب 72 هكتاراً باستثمار إجمالي وصل إلى أزيد من 370 مليون درهم.